اسمعوا لهذا يا رعاكم الله، ايش الفرق بين الحب والود؟ قال لك الحب هذا شيء في القلب، تحب انسان لشيء استقر في قلبك تجاهه، لكن الود ما ظهر على السلوك. وهذا ضابط مهم جدا، فلو جئنا لإنسان يعصي الله عز وجل ونسأله يقول إني أحب الله، نقول أخطأت، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن الحبيب لمن يحب مطيع. ليه؟ لأنه نقول له أنت الآن الحب لابد فيه من الود أن يظهر ذلك على سلوكك. لذلك يقولون كل ودود محب وليس كل محب ودود، كل ودود محب، لأنك أنت الودود هذا ظهور السلوك، فما ظهر السلوك إلا لمحبة في القلب، لكن ليس كل محب ودود. نعم تقول أحب لكن لا يظهر ذلك على سلوكك، فلست أنت ودودا. قال ابن عباس الودود هو الرحيم، قال البخاري الودود هو الحبيب، وقال الزجاج الودود فعول بمعنى فاعل، كقولك غفور بمعنى غافر، وشكور بمعنى شاكر، فيكون الودود في صفات الله بمعنى الذي يود عباده الصالحين ويحبهم. يا رب اجعلنا منهم، يا رب وإياكم تجعلنا منهم. الودود هو الذي يود عباده الصالحين ويحبهم. والمعنى الثاني أنه مودود بمعنى مفعول، أي الذي يوده عباده ويحبونهم. قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولذلك كلمة الود أتت مرة واحدة في سورة مريم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يقول السعدي رحمه الله في تفسير ذلك الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونهم، فهو أحب إليهم من كل شيء، قد امتلأت قلوبهم من محبته ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه. قال ابن القيم رحمه الله في النونية الشافية الكافية وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان، وهو الذي جعل المحبة في قلوب بهم وجازاهم بحب ثاني، هذا هو الإحسان حقا لا معاوضة ولا لتوقع الشكران، لكن يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران. ولذلك من عجائب ود الله عز وجل، يقول ابن القيم في الفوائد ليس العجب من ملوك يتذلل لله، ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه، إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوك بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه. كفى بك عزا أنك له عبد وكفى بك فخرا أنه لك رب. كلام جميل، يقول لك ليس العجب إن المملوك الموظف ولله المثل الأعلى يتودد لرئيسه، يتودد إلى أستاذه الطالب، لأنه محتاج إليه، محتاج لرئيسه، محتاج لمديره في العمل. لكن العجب هو أيها الكرام الفضلاء، العجب من ماذا؟ العجب من الملك العظيم أنه تبارك وتعالى يتودد إلى مملوكه بصنف الإحسان، هذا هو العجب يا أخوان. العجب أن المدير ولله المثل الأعلى يتودد إلى الموظف اللي عنده، العجب من رئيسك في العمل يتودد إليك. ولذلك
من أنت أيها العبد الفقير حتى يتقرب إليك أغنى الأغنياء؟ وماذا تساوي أنت أيها الذليل حتى يتودد إليك العزيز جل في علاه؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح؟ الله أكبر. وجاء في بعض الآثار: لا تصح للعدنان أنا والإنس والجن في خبر عظيم. غيري أعطي ويشكر غيري خير إليهم نازل وشرهم إلي صاعد أتودد إليهم بالطاعات ويتقربون إلي بالمعاصي. انظر، الله يجعل لك أوقات الليل للمناجاة، وهذا يسهر في الليل لمعصية رب الأرض والسماء. أيها الكرام والسعيد الموفق من وفق لاسم الله الودود.